تعرض مقر المحكمة الابتدائية تونس 2 بسجومي خلال هذه الليلة للحرق من قبل مجموعة من الأشخاص عمدت حسب ما أفادت به مصادر أمنية إلى مداهمة البناية وإضرام النار فيها باستعمال أزجاج الحارقة. وأوضحت المصادر الأمنية أن مجموعة من الأشخاص دخلوا في ساعة متأخرة من هذه الليلة مقر المحكمة متسلحين بزجاجات حارقة مولوتوف وقاموا بحرقه، وقد سارع أعوان الحماية المدنية بإخماد الحريق. ومن جهة أخرى ترددت أنباء عن محاولة حرق محكمة الناحية بالكرم. ولمعرفة حقيقة هذه الأخبار معنا عبر الهاتف السيد خالد طروش رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية. سيد خالد مساء الخير. مساء الخير يا عائشة. ما حقيقة الأخبار المتعلقة أولا بحرق المحكمة الابتدائية تونس 2 بسجومي وما جرى في الكرم وفي سيدي حسين؟ هل تسمعني سيد خالد؟ نعم نسمع فيك، تسمعني ولا؟ نعم، ما حقيقة ما جرى بالنسبة لحرق المحكمة الابتدائية بسجومي المحكمة 2 وما يجري في الكرم وسيدي حسين؟ قلت لك حسب المعطيات الأولية اللي عندي وأنه اندلعت أحداث شغب هذه الليلة بمنطقة سيدي حسين، وصحيح المظاهرين اللي قاموا بالأعمال هذه تولاوا حرق مقر محكمة تونس 2. ما عنديش معطيات وانه الحرق جزئي او كلي، المهم تعرض المقر هذا لعملية حرق. عندنا زاد شاحنة نتاع حماية مدنية كانت بسبب تدخل لإطفاء الحريق في المنطقة هذه، الحريق اللي شاب المحكمة. يبدو زاد المعطيات الأولية اللي جاتني وانه الشاحنة تعرضت أيضا إلى عملية إحراق. أحداث الشغب هي كانت متفرقة وصلت حتى إلى محيط قصر العبدلية بالمرفأ. نعم. أين حاولت مجموعة من المظاهرين اقتحام المبنى هذايا، ولكن قوات الأمن كانت موجودة وتصدت وفرقتهم باستعمال الغازات المسيلة للدموع. نفس الشيء أيضا في سيدي حسين، أحداث الشغب هذايا قاعدة وحدات الأمن الأمنية مشكورة قاعدة تتدخل لفرض النظام. وفي الزهروني سيد خالد، في الزهروني سيدي حسين الزهروني كذلك نفس الأحداث. نحكي على منطقة سيدي حسين هذه اللي قلت لك اندلعت فيها أحداث الشغب، والأمن قاعد قايم بدوره لتهدئة الأوضاع ولوضع حد لهذه الأحداث. هناك حالة، هل يمكن أن نتحدث عن حالة من الانفلات الأمني في هذه الليلة؟ هذه أحداث شغب اندلعت، مش حالة من انفلات الليل، أحداث شغب قاعدة الوحدات الأمنية تتصدى لها بالوسائل القانونية اللازمة وبالتدخل حسب الوسائل المتاحة، وإن شاء الله بحولها تتوصل إلى التحكم فيها بحول الله. نعم، شكرا على هذه الإيضاحات سيد خالد طروش المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية.